أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بأبرز العناوين. نتابع معا. شرق قطرية قطر تتحول إلى ملعب كبير رياضة وريادة. رأي القطرية سباير زون مصنع النجوم تحتفي بأبنائها أبطال آسيا. وطل قطرية سعد الشمري أنهينا تعاقدنا مع حساني ولم نستغني عن شنايدر. ساد دوحة الودع الأسطورة الهولندي الملاعب رسميا. رأي الكويتي الكويت يتحدى ذب آهن والصقيع في أصفهان. ملاعب العراقية عباس عليوي يجب إجراء انتخابات الأولمبية في موعدها بدون تدخلات. أخبار اللبنانية الاتحاد يتفرج والجمهور لا يمكنها أن يتفرج. شروق الجزائرية رئيس الفاف متهم محاولة ترتيب نتائج المباريات. لكيبا الفرنسية بي اس جي مواجهة مان يونايتد كيف يمكن لمبابي أن يراقصهم. كورير ديل سبورت الإيطالية رسميا رامسي ينتقل من أرسنال إلى يوفنتوس. تعيش دولة قطر في هذه اللحظات أجواء رياضية بامتياز حيث يحتفل الجميع باليوم الرياضي للدولة. كيف استعدت الصحف لهذه المناسبة الرياضية وماذا عن باقي الأحداث الرياضية؟ لحظات وتبدأ جولتنا على أبرز الصحف الصادرة اليوم. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. نسهل جولة اليوم مع مواكبة الصحف اليوم الرياضي مع الشرق. نبدأ جولتنا. الشرق قطرية تقول بمشاركة العديد من الجهات عالم من النشاط والحركة في أسباير زون سباق المرح للجميع وفعاليات للسيدات والفتيات. تقرأ صفحة التالية ملحق الشرق الرياضي وفي اليوم الرياضي عيد سنوي للقطريين والمقيمين. الرياضة أسلوب حياة مواجهة تحديات. لولو المري يوم متميز. تقل الملحق الرياضي صحيفة الراية القطرية وفيه تأهل مواجهة فريق أكاديمية سباير في نصف النهائي روما. يتخطى سبارتك في بطولة الكأس الدولية. الطرف الثاني كاشيوا يهزم ريال مدريد بثنائية. تأهل مواجهة رينجرز الأسكتلندي. في الرأي أيضا نتابع أبرز عناوين الحوار التالي. التونسي بلال السعيداني محترف السيلية الجديد يؤكد جاهز لخوض التحدي القوي. انضمام السيلية عن قناعة. هدفي اللعب في الأسيوية. عقدي لموسمين ونصف وأتمنى أن أكون عند حسن الظن بي. اللاعب أضاف أجواء رائعة في قطر تساعد اللاعبين على التأقلم السريع. وأخيرا قال إنجاز الأدعم في آسيا يعكس التطور الحقيقي للكرة القطرية. دائما مع الملحق الرياضي صحيفة الراية القطرية وفيه في أجواء حافلة بالفرحة والحماس ومشاركة المسؤولين والموظفين والطلاب. الرياضيين سباير زون مصنع النجوم تحتفي بأبنائها أبطال آسيا. سويدي الإنجاز له طعم آخر بالنسبة لنا لأن غالبية اللاعبين من خريجينا. ما حقق المنتخب يلزمنا بمواصلة ما بدأناه بشغف مع ارتفاع سقف الطموحات. أما الصفحة الأخيرة للرأي الرياضية فحملت الخبر التالي. بحضور طرفين وترقب كبير اللقاء الكبير. اجتماع تنسيقي يمهد لقمة العربي والريان. نغلق ملحق الراية نفتح ملحق الرياضة بصحيفة الوطن ونقرأ من الصفحة التالية. الوطن هذه المرة. سعد الشمري يتحدث عن أزمة اللاعب العربي. تعميم
واضح بدون تخصيص، أنهينا تعاقدنا مع حساني ولم نستغني عن شنايدر بنفس الصفحة. أيضا مشعل مالك إداريا وخليفة السادة مديرا لفريق العربي. صفحة التالية ملحق الوطن أيضا نقرأ ماذا جاء فيها عن بطولة قطر توتال لتنس السيدات. شوف أخبار التنس في هذا الموضوع الخاص أكيد بالمضرب الناعم. اليوم استكمال مواجهة الدور الأول بطولة تواصل منافسات قطر توتال للتنس التونسية أنس جابر، تبدأ مشوارها أمام الإسبانية كارلا، واللاعبة التونسية تصرح قبل هذه المواجهة قطر توتال علامة فارقة في مشوار اللاعبات. نبقى مع بطولة التنس ونقرأ من الوطن أيضا فيها على هامش بطولة قطر توتال للسيدات، اتحاد تنس يحتفل باليوم الرياضي، يوم مفتوح للسفارات، مجمع خليفة الدولي ناصر خليفي الإنجاز الأسيوي منتخبنا ثمرة دعم القيادة الرشيدة. من الصفحة أيضا التشكيلة كارولينا بليشكوفا تقول منافسة بطولة قطر ستكون صعبة. إذن صفحة أخرى ملحق الوطن الرياضي نتابع فيها هذا الحوار. شوف هذا الحوار إبراهيم خلفان، إبراهيم خلفان نجم منتخبنا السابق، يؤكد الوطن الرياضي مطالبة العرباوية بخلفان حق مشروع العقد مع الريان لموسمين، واللاعب منتظم مع الرهيب المحترف الخامس سيكون على حساب المواطن وستؤثر على المنتخب. الأسيوية التاريخية وأكرم عفيف يشبهني مع اختلاف طريقة اللعب، تعميم اللاعب فوق 33 يحتاج إلى إعادة دراسة. إبراهيم خلفان قال أيضا سندخل كوبا أمريكا ونحن أسياد آسيا ونتطلع للعالمية. آخر صفحات معنا من الوطن نطالع فيها مفاجآت 2022 بدأت بكأس آسيا فوربس، قطر تواصل إبهار العالم. دائما مع الصحف الصادرة في قطر، هذه المرة مع ملحق العرب الرياضي وفيه وصل إقبال الكبير من المحترفين والهواة، اتحاد الجولف يكشف تفاصيل بطولة قطر المفتوحة. من الجولف إلى اليد من العرب نتابع عنوان الخبر التالي. في الجولة الثامنة للدوري العام لكرة اليد الوكرة يحقق فوزا مثيرا على العربي والتحيل يعبر الريان. جولة جرائد تصل الآن إلى محطة استاد دوحة ونبدأ من الصفحة التالية. الدوحة تستضيف مواجهتي الدور التمهيدي الناديين القطريين يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري. هوية منافسي الريان والغرافة ملحق أبطال آسيا تتحدد اليوم. الغرافة ينتظر ذوب آهن أو الكويت في 19 من الشهر الجاري. الريان يواجه الفائز من سيبا الإيراني وبنجاب الهندي. التحيل والسد يبدأان المشوار في 5 مارس. استاد دوحة أيضا نتابع التقرير التالي. الغرافة يحتفظ بقوام محترفيه ويضم حساني ومنديز هل ودع الأسطورة الهولندي الملاعب رسميا. ماذا قدم شنايدر مع الغرافة منذ انضمامه إلى قلعة الفهود في يناير 2018؟ وأخيرا من استاد دوحة نتابع أيضا هذا التقرير. يقام على سد الغرافة يوم 24 من فبراير الجاري الدوحة تحيي السوبر التونسي بعد 18 عاما من التوقف. السوبر التونسي يعود من الدوحة، السوبر الإفريقي أيضا. نغلق الصحف القطرية ونتابع قراءة باقي الصحف العربية. نبدأ من الكويت من جريدة الراي نطالع فيها. في دورة تمهيدي الثاني المؤهل إلى دوري أبطال آسيا 2019 الكويت يتحدى ذوب آهن والصقيع في أصفهان. مدير فريق الكويت محمد عبد الله يرى أن الضغوط على المضيف أكبر.
من الكويت إلى عمان، ونقرأ من جريدة عمان العمانية هذا الخبر. 4 سنوات قضاها في الدرجة الأولى، سيب يخطف أولى بطاقة الصعود دوري عمان، تل بهلة وفنجا والبشائر والوسطى والسلام تتصارع على البطاقتين المتبقيتين. نبقى مع جريدة عمان ونقرأ من صفحة أخرى هذا الخبر وهذا العنوان. ضمن منافسات إياب الملحق الأسيوي، النصر يواجه هلال القدس الفلسطيني على بطاقة تأهل لدوري المجموعات اليوم. آخر الصحف معنا من عمان صحيفة الوطن، ونتابع منها مقالا تحت العنوان التالي. عنوان المقال: مرحلة جديدة، بقلم صالح البارحي. الكاتب في الجريدة تحدث عن مرحلة ما بعد فيربك في الأحمر العماني وأهمية التعاقد مع مدرب جديد بأسرع وقت. أبرز ما تناوله الكاتب نتابعه في السطور التالية. انتهت مرحلة فيربك بحلوها ومرها، وبات التعاقد مع مدرب جديد يكمل مسيرة الهولندي أمرا مفروغا منها وبأسرع وقت ممكن. فالحاجة إلى خارطة عمل واضحة المعالم يسير عليها إعداد المنتخب الوطني الأول قبل الدخول في غمار تصفيات المونديال أهم ما يجب العمل عليه عبر الجهاز الفني الجديد. فالوقت يسير سريعا ويحتاج إلى عمل مكثف بعيدا عن التأخير من المعنيين بدراسة متطلبات المرحلة القادمة لمسيرة الأحمر الكبير. ما قدمه الأحمر بكأس آسيا يجب أن نبني عليه لإظهار الأفضل، ويجب أن يكون المدرب على قدر الطموح ويمتلك رغبة جامحة في العمل والتطوير وصنع النجم للمرحلة القادمة. من الصحافة العمانية صحافة الأردنية، ونقرأ من جريدة الدستور هذا الخبر. يراقب مباراة هلال القدس والنصر العماني بكأس الاتحاد الآسيوي اليعقوبي يعود لقيادة تدريبات فريق الوحدات لكرة القدم. إذن جددت إدارة الوحدات الثقة في الجهاز الفني بقيادة تونسي قيس اليعقوبي على الرغم من الغضب الجماهيري بعد الخسارتين أمام الكويت بملحق دوري الأبطال والسلط في الدوري. جولة العربية مستمرة، نصل الآن إلى المحطة العراقية ونقرأ من جريدة الملاعب العراقية هذا الخبر. رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي: يجب إجراء انتخابات الأولمبية في موعدها المحدد بعيدا عن أي تدخلات. تقديم مقترح لتأجيل الانتخابات موضوع غير مدروس. استغرب من تواجد وزير التعليم العالي وتغييب لجنة الشباب والرياضة البرلمانية. نبقى في العراق لكن هذه المرة مع جريدة المدى ونتابع فيها كرتنا. بحاجة ماسة إلى لجنة منتخبات قوية لاعتذار وإقصاء الضحية، لن يبررنا الاتحاد من المسؤولية. بنفس الصفحة أيضا نتابع مقالا بعنوان كاتانيتش المستبد برأيه. علي رياح الكاتب في الجريدة طالب بإعطاء الفرصة كاملة للمدرب السلوفيني كاتانيتش للاستمرار مع سود الرافدين المرحلة القادمة. الكاتب قال: يرون كاتانيتش دكتاتورا مستبدا برأيه، وفكرتي التي كونتها ميدانيا تقول إنه واثق من نفسه ومن خياراته وطريقة تفكيره. كاتانيتش كان يراهن على الزمن قبل كأس آسيا، وقد علا لديه سقف الرهان بعد الملتقى الآسيوي، ولا أراه يطلب الكثير منا. أرى أن المنتخب العراقي تغير بنسبة معقولة أو مقبولة على الصعيد الخططي، واللاعب العراقي لم يعد يلجأ إلى مخزونه الفردي كي يتصرف وفق ما يشاء في اللحظات المصيرية أو حتى السهلة. وفي يقيني أن قطاعا واسعا من العراقيين يقاسمونني الآن الفكرة والقناعة، وهذا سبب يكفي لأن نتحلى هذه المرة بالصبر على المدرب لكي نقطف الثمار بعدما كنا نحسن عجلة التعاقد مع المدربين من أي لون ثم إتاحتهم عند منتصف الطريق أو في مبتدئه. إلى لبنان ونفتح جريدة الأخبار ونقرأ فيها هذا الخبر وهذا
العنوان تأجيل مباراة النجمة وطرابلس يسبب أزمة الاتحاد يتفرج والجمهور لا يمكنها أن يتفرج. يرمي الاتحاد مسؤولية تأجيل على إدارة المدينة الرياضية. من لبنان نذهب إلى سوريا من جريدة الثورة، نتابع هذا المقال الذي جاء تحت العنوان التالي: استثمارات وتساؤلات. هشام اللحام الكاتب في الجريدة تحدث عن ضعف الإمكانيات المادية لمعظم الاتحادات الرياضية السورية مما يؤثر على النتائج، وتساءل الكاتب عن أموال الاستثمارات الرياضية وأين تذهب. مع التراجع المخيف الذي أصاب رياضتنا في السنوات الأخيرة والذي يرجعه كثيرون من أهل الخبرة إلى أسباب إدارية لا علاقة لها بالأزمة، كما يحاول البعض الترويج، مع هذا التراجع تطرح الكثير من الأسئلة، وفي مقدمتها فيما إذا كان تحول القيادة الرياضية من العمل في الرياضة وبنائها وتطويرها إلى الاستثمار فيها وجعل الاستثمارات أولوية، رغم أن أنديتنا واتحادات الألعاب تشكو قلة الحيلة، أي أنها لا تستفيد أبدا من عائدات الاستثمار، وهي عائدات رغم ما يشوبها من غموض عائدات بمئات الملايين من الليرات السورية. وهنا يأتي السؤال الآخر: من المستفيد إذن من هذه الاستثمارات التي لا يخلو ناد أو منشأة من منشآت الاتحاد الرياضي منها؟ نذهب إلى صحافة شمال إفريقيا، نبدأ من تونس مع أبرز عناوين الرياضة بغلاف جريدة الشروق التونسية. في أكثر من عنوان: اليوم أمام مازيمبي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا، ثأرية للإفريقي وحاسمة للترجي. نبقى في تونس لكن هذه المرة جريدة الصباح ونطالع فيها. خالد سعيدي اللاعب الدولي التونسي السابق يتحدث عن أزمة النادي الإفريقي، يؤكد رياحي روج الوهم، هذا ما أقوله للاعبين، لكن ماذا يفعل هذا الشخص على بنك الاحتياطيين؟ الترجي أقرب للبطولة وعادل السليمي جدير بالانتماء إلى المنتخب. إلى الجزائر جريدة الشروق نقرأ منها هذا الخبر: مساعد مدرب أولمبي المدية يفجر قنبلة، رئيس الفاف متهم بمحاولة ترتيب نتائج المباريات، كمال حركابي زطشي حاقد علينا لأننا رفضنا ترتيب مباراة. لا في التفاصيل، قالت الجريدة أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي يواجه اتهامات جديدة تورطه في محاولة ترتيب نتائج المباريات في الدوري الجزائري، حيث قال كمال حركابي مساعد مدرب فريق أولمبي المدية عقب مباراة شباب بالوزداد بأن رئيس الفاف خير الدين زطشي حاقد على فريقه لأن رئيس النادي رفض في وقت سابق قبول ترتيب نتيجة إحدى المباريات التي جمعت الفريقين. انطلق في جولتنا العالمية من فرنسا صحيفة ليكيب حديث عن استخدام تقنية الفار في دوري أبطال أوروبا اعتبارا من اليوم. الخبر: كيف يمكن استخدام الفار اعتبارا من الثمن النهائي في دوري الأبطال؟ الصحيفة تقول ستدخل تقنية الفار اعتبارا من دور الثمن النهائي وقبل 6 أشهر من الموعد المحدد باستثناء الأندية الإنجليزية، فإن بقية الأندية المتأهلة تستخدم تقنية الفار في دورياتها، ويتم اعتماد المعايير الأربعة المتعارف عليها لاستخدام الفار من قبل الحكم الرئيسي للمباراة بعد أن يتلقى إشارة من غرفة النقل التلفزيوني. الكيب الفرنسية سلط الضوء على باريس سان جيرمان الذي سيدخل مباراته أمام مانشستر منقوصا من نجميه نيمار وكافاني بداعي الإصابة. صعبة على الفريق المباراة اليوم. باريس سان جيرمان في مواجهة مانشستر، كيف يمكن لمبابي أن يراقصهم؟ وفق صحيفة ليكيب هناك أشياء كثيرة ستتغير في الخط الأمامي لباريس سان جيرمان أمام مانشستر، وذلك بحكم غياب نيمار وكافاني، ويجد كيليان مبابي نفسه معزولا لأنه اعتاد اللعب مع نيمار وكافاني. لانا تخيل لديه خلطة سرية قد يكشف عنها في مباراة اليوم، بإمكان نجم الفرنسي أن يزعج دفاع اليونايتد بسرعته الفائقة. إلى صحيفة
لو باريزيان وحول خطة سان جيرمان في مباراة مانشستر. تقول الصحيفة دارك سلار أمام مسؤوليات غياب نيمار وكافاني، سوف يمنح الألماني جوليان دارك سلار فرصة لإبراز مواهبه، ربما يتقمص دورا آخر غير الدور الذي كان يؤدي في وجود نيمار وكافاني. الثابت أن دارك سلار سيكون أمام مسؤولية كبيرة اليوم في الأولد ترافورد. صحافة الإيطالية، هناك تركيز على صفقة انتقال رامسي من أرسنال إلى يوفنتوس، نطالع هذا العنوان صحيفة الكوريري ديل سبورت الإيطالية. رسميا رامسي ينتقل من أرسنال إلى يوفنتوس والعقد يبدأ أول يوليو. أرون رامسي طوى صفحة أرسنال بعد 11 موسما وانضم إلى يوفنتوس في صفقة انتقال حرة، والعقد يبدأ من أول يوليو وحتى عام 2023، وستكلف الصفقة خزينة اليوفي نحو 3,700,000 يورو. للصحافة الإسبانية، في الموندو ديبورتيفو، برشلونة يبحث عن لاعب بديل لسواريز تحسبا لطوارئ رحيله. من هو البديل؟ برشلونة يضع عينه على الصربي لوكا جوفيتش. كشفت الموندو عن رصد برشلونة لاعب الصربي البالغ من العمر 21 عاما، يلعب نادي أنتراخت فرانكفورت، وهو أحد هدافي البوندسليغا. اللاعب هو لوكا جوفيتش، وتحدث عنه الصحافة الألمانية كموهبة مستقبلية. صحيفة ماركا من جهتها نقلت عن فرانس فوتبول اختيار الميرينجي كأكبر ناد في التاريخ. ريال مدريد أعرق ناد في تاريخ الكرة وفق فرانس فوتبول. الصحيفة تقول بأن فرانس فوتبول اختارت ريال مدريد كأكبر ناد كرة قدم في التاريخ، وذلك استنادا إلى الإحصائيات وعدد مرات الفوز بالبطولات المحلية والقارية والعالمية. الصحافة الإنجليزية، حيث ركزت صحيفة ذا صن على موقعة باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد. سولشاير واثق من أفضلية مانشستر ويقول بأن الفريق جاهز لباريس سان جيرمان. الصحيفة نقلت تصريحات سولشاير مدرب مانشستر، والذي أكد بكل ثقة بأن مانشستر في حالة جيدة وجاهز لتقديم مباراة كبيرة أمام باريس سان جيرمان. سولشاير يعتبر الفريق الأفضل من جميع النواحي اليوم. في الختام، شكرا طيب للمتابعة، إلى اللقاء بحول الله.